السلام عليكم خوتي، كاين واحد الفلتر هذا كي تركبوه في العدسه تاعك يقول لك الفيديو تاعك تولي تبان سينمائيه، بصح انا على بالي وانتم على بالكم بلي ما كاش منها. هذا شغل عامل من عوامل اللي يخلي الفيديو تاعك تولي فيها واحد اللوك شباب، وماشي في كامل سيتويشنز. باش تولي فيديو تاعك سينمائيه كاين بزاف عوامل، الايديتينغ، اختيار العدسه المناسبه، الفريمينغ، الحركه، الاضاءه الى اخره، لكن يقعد هذا اكسسوار ولا تقنيه من تقنيات اللي يخلوا الفيديو تاعك تولي تبان شابه. المهم واسمو ميست فلتر، كاين واحد شركه واسمها تيفن تاع امريكان تخدم واحد الفلتر واسمو بلاك بروميست، استعملوه بزاف الفيلم ميكرز في اليوتيوب ولا، وانا شريت واحد منهم بعدا استعملته خطره ولا زوج في الفيديو تاعي، دوك نوريكم واحد الشوت ودرت لكم خطره بيفور افتر، بصح ما درتش عليها فيديو مخصصه. وكاين شركات اخرين يخدموا هذا النوع من الفلاتر كيما شركه نيزي، او كاين وليد بدر الدين حكى على واحد من الفلتر تاعهم يسوى واحد 7 ملايين هذاك الفلتر شباب بزاف يا، نوريكم هاوليك الرابط تاعو، روحوا ضربوا طلا شوفوا الفيديو تاعو. بيزيكلي واش يديروا هاد الفلترز، اذا كان عندك الضوء بزاف في الشوت تاعك في الاطار تاعك كيما انا راني داير دوك الضواوي مورايا على بها درتهم اليوم، يولوا يبانوا شغل مضببين شغل بلومي غلومي هكذا. وحاجه اخرى مهمه كذلك ينحي لك الشاربنس، هذيك الديجيتال شاربنس اللي ماشي اللي تبان ماشي شابه في الوجوه تاع العباد، تما وجهك يولي يبان شويه سوفت هكذا. وهاد الفلاتر عندهم انتنسيتي ولا شغل، كاين فلتر قوي التاثير تاعو كاين ناقص التاثير تاعو، كاين واحد على 2 شغل قوي بزاف هذاك التاثير تاعو تولي تبان راك فيه حلم ولا دريمي بزاف، وكاين واحد على 4 وواحد على 8. انا دائما شغل نجيب واحد على 8 وننصحكم دائما واحد على 8 هو اللي جاي شغل في الوسط. وعلاش يسموه البلاك ميست؟ على خاطر ما ينقصلكش الكونتراست، تسمع نفسك حلا تقعد كحله. وكاين الوايت ميست، الوايت ميست تسمى العكس تاع بلاك بروميست، هاولي كيما راهو عندي انا هذا وايت. وقلت لكم كاين بزاف شركات، من بين شركات 7 ارتيزن بعثوا لي هما هاد الفلترز ومرخاص، وقالت ما يلحقوش 40 دولار ولا، دوك نكتب لكم لهنايا وندير لكم روابط تحت باش تشوفوا السومه تاعهم. هاد الفلترز رخاص ما عجبونيش بزاف كيما تاع تيفن صراحه، بصح شنو فيه يدير خدمته في العموم هكذا. هذا الوايت لو في يدي دوك نجربوه باش تشوفوا التاثير. هاب شتو كيفاش ضواوي هذوك ولا شغل مضببين؟ هوب هاني رجعتو، شتو الحاله كيفاش ولات؟ يقول لك هاد العفسه زعما سينمائيه، بصح صراحه انا ما عجبنيش على خاطر هذيك الجلومينس ولا ماشي اسمها داك الضباب هذاك في الاضاءات راهو شغل متبرهج بزاف. هذاك تاع تيفن عنده شغل باش كيفاش هو سموث، ماشي هذاك الضباب تاعو في الاضاءات اللي كيكونوا قويين بان لي خير من هذا شويه. هادو ما تاع 7 ارتيزن اللي سموهم بلاك ميست، حاب يقول لك حلي قعد كحل يليفتيو شويه الشادو، هذاك الكحل ما يقعدش بزاف كحل. صح اخوتي دوكا راح نوري لكم التاثير تاع زوج فلاتر هادوما برا وين تكون الاناره العموميه هكذا الضو اللي راهي مورايا. وبالعاني خيرت كان واحد البوطو قدامي من مورايا شغل ضاوي بزاف، كي ندير هاد الفلترز هادوما راح يبان التاثير تاعهم في هذاك البوطو. نبدا بالواحد على 8 وبعد نديروا الواحد على 2. دوكا راني مدير الفلتر هذاك واحد على 8 اللي ماشي قوي بزاف، وراكم تشوفوا كيفاش الاشعه هذيك تاع البوطو الاناره هذيك اللي جايه على اليسار من على اليمين تاعكم شغل ولات بزاف بلومي، شوفوا شغل مضببه. ودوكا راني ركبت الميست فلتر تاع واحد على 2 قاصح بزاف، واش رايكم؟ دوك نحطهم واحد قدام واحد باش تشوفوا الفرق وتعرفوا واش يدير هذا الفلتر كيفاش ياثر على الفيديو تاعكم. انا في رايي الواحد على 2 شغل تو ماتش، وراكم تشوفوا كيفاش الحاله راهي مليفتيا شادوز منا وكلش قاعد ليفتا. صح اخوتي هالي واحد على 8 راني نعرف يا ميديتي هذا واحد على 2، لكن عادي انا بان لي الواحد على 8 خير، بصح شنو في العموم ما ننصحكمش بهذوما تاع 7 ارتيزن عادي، بعد ما جربتهم انا عم بالي شابين وكذا خطر خاص شويه، بصح لو كان تعرف كيفاش تستعملهم انا دوك هكذا راح نكمل نستعمل هذا. عجبني هذا يا الوايت، وشنو هذا الوايت اللي نستعمله دوكا؟ ماشي مكتوب شحال القوه تاعو، مكتوب سوفت وخلاص ما فهمتش علاش. المهم راح نكمل نستعمله، بصح شنو ما نديرش الاضاءه هكذا في الخلفيه يبانوا متبرحشين بزاف، نديرو غير على جال باش يدير هذاك ينقص الديجيتال شاربنس شويه برك هكا يا ولا ندير اضاءات ماشي قويين بزاف. شوفوا كيما هذه ماش تبان شغل قلومي بزاف كيما لارا منايا، هادي كيتبان مليحه شتو كيفاه شويه برك هكذا مضبابه شويه برك هايلايت، هي حكايتها الهايلايت يولو شابين ما هادي هي هكذا يديروا لك هاد الفلترز. ما دابيا نعرف رايكم، قولوا لي واش رايكم في هاد النوع من الفلترز، وهل راك تشوف روحك تستعمل انت فلتر كيما هذا؟ السلام عليكم.